مناف كشكير ونور صبري. أيها السيدات والسادة، ليلى روشنية في جدة، تسمعون وتستمتعون بمشهدها وعزفها الخالد. بمنديك في حراسة المرمى، مجرشي ريان مارتينيز بهذا الأسلوب منذ ذلك اليوم، لأول مرة في تاريخ نادي الخليج لمصلحة رياض. الخطأ على فابيو مارت على الجانب الأيمن، رياض ينجح في المراوغة مع فابينيو ورياض. كرة من جديد برضو بالاستمرار، هذه كرة رياض. هنا الاعتراف بيدرو صارات، وثلاث تعادلات. الخليج لم يتذوق طعم الفوز في دوري المحترفين. تحرك الآن، تقدم أهلاوي، الكرة فقط في ثلاث، الفتح، النصر، الهلال. أرسلت وعادت الكرة لدفاع النادي الأهلي، حيث فابيو مارتينيز، خالد ناري، محمد شيرين الذي يتراجع إلى منتصف الملعب عندما تكون في وسط الملعب. رياض انتظار روشن، وهنا في استاد الفيصل التغطية الآن في اللحم من قريب. لمسة لرياض، يتقدم، يتحرك، يبحث رياض، تغطية أمامه، خطأ يحتسب على الكوري يونغ جينغ. هذه عند مناف ونور صبري. أخذ وآسر، والآن الآن الله. خليج، خليج يبادر في هذه اللحظات. هذه الكرة فيجا وصلت إلى إبراهيم سهج للبطحت لرياض. أهلاوية، لمسة مع الطول بذات نقاط الاتفاق، والاتفاق 1-1 يوم الأمس. وهذه الانطلاقة الغير بالاستمرار من الحكم الروماني كوفاتش. رياض ينتظر، يتمهنا بالنسبة لعودة رياض، والكرة في للجانب الأيمن. صورة طبعا كوفاتش في الجانب الأيمن، حرك لرياض. ريبوشو ورودريغيز، رياض لمسة باتجاه فرانك، تم غير موجود. وهي الآن كرة تصل من جديد الآن خلف الجميع، وتعود وتسدد وهي في الشباك، فيها كرة وخطأ. بينما هذه الكرة التي سددت وقف فيها محمد خضراني. مارتينيز غاضب يطالب الحكم، بينما الارتداد والقوة والندية والجدية. على الدوري، وإن كان الدوري طويل، لكن هذه لا شك أنها تكون قاسمة للظهر قبل التوقف. ولكن أحيانا برك المباراة، روح المباراة، أن هنا محاولة ورياض. حتى هذه لم تكن تهز الشباك، هي كانت باتجاهها، والكرة اللي يطالب من خلالها رياض بأن سيتش لمسها، لم يفعل. هي الكرة في النهاية إلى خارج أرضية الملعب. لدينا بالجانب الأيمن، وقت يمضي أمام الأهلاوية. عادت الكرة، رياض استمر بمراوغته والمرور أمام بيدرو ريبوتشو. حاولت خطف الكرة من شريف أمام الجزائري، صراع المصري الجزائري، تمكن من خلال رياض المرور والاستمرار وكسب الخطأ. في استاد الفيصل، يا لها من مباراة، وكأنك تشاهد هذه اللقطات الأغنية من معركة كروية حقيقية. كسب فيرمينو على الجانب الأيمن، ترون رياض أكثر في الصناعة في وسط الأيمن. رياض الله،
الناعي يكون ماكسيما واحيانا فراس او فيرمينو او الاول. الله، كنت انت لو كنت المنقذ. الكرة اللي سددها لكن نسيت. يا لها من مباراة ابراهيم، مباراة ابراهيم زهج ابراهيم.